سمع اخوته. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. جماهير المنتخب المغربي كان رفع عليهم قبعة بهذه الطريقة رائعة جدا. هذه غير البداية، اما الى فزنا على كونغو ديمقراطي وانتهلو غادي تشوفوا احتفالات ديال بصح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على جماهير المنتخب المغربي مباشرة من الضل البيضاء. ها هي المكانة كما كتشوفوها. وديما مغرب، ونتمنى ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي ونبارطاج معكم ما احسن باذن الله. الاجواء في التيران زوينه بزاف. المهم كما كتشوفوا التيران باقي ما عمر، ولكن ملي غادي تبقى المباراه ساعه غادي تشوفوا جماهير كثيره باذن الله في هذا المكان.